ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه يا حبيبي؟ وحشني جدا من اخر فيديو نزل ليكم. يا رب الفيديوهات اللي بنزلها تعجبكم وتحوز على رضاكم، واعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب كالعادة يعني، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. النهاردة بقى وصفة، بعيد عن الاكل، بعيد عن الدراسة، بعيد عن الفلوجات اللي بنزلها، وصفة للبشرة كاملة. انا بعتبرها سحر للبشرة، بتشد البشرة، بتنقي، بتشيل الرؤوس السوداء، بتوحد اللون، بتصفي كل حاجة. هنسميها بشرة، يعني وصفة بياض التلج. اللي احنا محتاجينه، عندي معلقة من كل حاجة، ممكن تزودي انت الكمية. معلقة لبن بودر، معلقة كركم للجسم، معلقة حنة، معلقة شاي اخضر، معلقة النيلة المغربية، معلقة سكر، رز وهنطحنه معلقة برضو، وجوز هند معلقة، وسدر وعرق سوس. هقولهم تاني: معلقة من الحليب البودر، معلقة من الكركم الجسم، معلقة من حنة، معلقة من العرق سوس، هنا الشاي الأخضر، النيلة المغربية جزء بسيط يعني نص معلقة، سكر مش مطحون، سكر عادي، معلقة من الرز، معلقة من جوز الهند، معلقة من ورق السدر، وطبعا الكبة عشان هنخلط فيها الحاجات. هبدأ الأول أحط الحاجات البودر عندي. هبدأ أحط عندي هنا معلقة من الحنة أو زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده أحط الحليب البودر، وبعد كده أحط كركم، بعد كده احط الكركم، بحاول اوزعه عشان يبان لكم الالوان، وبعد كده هحط معلقه من الشاي الاخضر زي ما انتم شايفين كده، بحاول اوزعه عشان تبقى باينه التدرجات بتاعت الالوان، ومعلقه من السكر. بعد كده هبدا بقى اطحن الصدر والحاجات دي في الكبة كل واحدة لحالها. يلا بينا. حابة تحطيهم مع بعض وتطحنيهم، الموضوع رجالك. حابة تطحني كل حاجة لحال، براحتك. انا حابة اطحن كل حاجة لحال عشان اوريكم شكلهم النهائي في الاخير. يلا اطحنهم وارجعلكم. انا كده رجعت لكم تاني، طحنت بقى الكمية، طحنت هنا العرق السوس فهبدأ اضيفه زي ما انتم شايفين، وهنا جوز الهند، هنا عندي ورق السدر وجوز الهند والرز، والاخير النيلة المغربية زي ما انتوا شايفين، ده شكلها كده. هحاول بقى اضغط الطبقات كلها مع بعض عشان اوريكم شكلها. دي سحر للبشرة زي ما انتوا شايفين، انا بسميها سحر البشرة. اهي كده، ده سحر البشرة يا بنات. زي ما انا قلنا، الحنة، الحليب البودر، الكركم، العرق سوس هنا، والستر، والرز، وجوز الهند، والحنة، والشاي الاخضر، كل ده لما باجي بستخدم بخلطهم مع بعض، وباخد معلقه مع ميه وببل الجسم ميه وبحطها، وببدا افرك بطريقه دائريه على الجسم كله. سحر للبشره. اتمنى تكون الوصفه عجبتكم. لو عجبتكم اعملوا لي لايك، شيروا الفيديو عشان يشوفوا اكبر عدد ممكن، سبسكرايب. مع السلامه.